فيصل صبحك الله بالخير يا بعدي. صبحك برضه ابو سعاد يا هلا والله. ارحب يا بندر يلا حيا ولا يهون صالح. يا هلا والله ارحب فيك وارحب في نجم الخليج اللي هو ولد عمي عبد الكريم الحربي. الله يسعدك. اي عنصريه يا اخي ولد عمي يا اخي وافتخر فيه والله اني افتخر. اللي مثلك ابو فيصل يا حبيبي. والله العظيم اني ما ادري انا انبسط ولا حزين على قولة راشد. مساعد انا والله بتكلم اول شيء عن مساعد، مساعد ما شفت مثل طيبة قلبه. والله العظيم على قولة العيال حتى احيانا اذا كان تعبان ما يتشكى على الهواء، اذا خلص البث اخذ اي واحد راح يتشكى له يفضفض له كلمه بقلبه. وعلى فكره كل اخوياه كل يعلم سره يقول يجيني انا يقول لا تعلم احد، يروح لصالح يقول لا تعلم احد، يوم تجي لهم معلم العيال كلهم بعد قلبه. والله العظيم وخاصه في عمال القريه والله العظيم انه يروح الجويلز ياخذ ملابس كانها له ويروح يعطيها العمال. تخيل هذه من الاشياء اللي يسويها مساعد، من ضمنها ما يتشكى قدام البث يقول ما ابي امي تشوفني حتى لو انه تعبان. رجل 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 هنياله بالاجر طالما انه على مشاعر امه حتى وسط تعبه. وعلى فكره مساعد ما يحتاج احد يكتشفه، مساعد مكتشف نفسه. ودليل هذا ان الكاميرا لو انه بهالحاله وحنا 23 رجال مجتمعين الكاميرا تلحق يخلق الجو بنفسه بنفسه. وثاني دليل حتى انتم يا كلام اليوم اذا صرت تحاوروا ما تضحكون ولا من طيبته ومن براءته يا بندر. رجل رجل والله العظيم اللي بقلبه على لسانه هو صحيح يجيب العيد ليه من طيب من طيب قلبه والله. يا لبك كبدك انت البريء. هذا مساعد لبيك لبيك يا ابو الله والله يسعد. والله يا مساعد انا اقول نتعب ونعجز عن وصفه. انا اتمنى من كل شخص يحب بندر العالي الحربي زين انه يدعم مساعد بكل ما اوتيه من قوه. ليش؟ لان مساعد بحاجه هذا الشيء، لا وظيفه يعني في اشياء ما حد يعلمها ولا يتكلم كلكم فيها. كلكم كلكم صوتكم وصل يا ابو فيصل وفرق دعمكم توصل لها ان شاء الله. لبيك يا بن دفنه. ابو سعد صبحت الله بالخير. لبيك يا صالح ارحب. انا وبن دفنه يجمعنا همدا ما عليه كلام واحد. اسلموا. ها جاه شفت شلون؟ اول شيء يلومني قبل شوي ابو سعد. بالنوم عبد الكريم. صبحك الله بالخير وصبح على الربع اللي عندك وارحب باخونا عبد الكريم الحربي نجم الخليج. مرحبا ومسهلا نورت، وكان ودنا انك جاي لنا في ليله يعني افرح من الليله شوي لكن مرحبا والله ومسهلا لك الساعات. ابشر بلا ما في تعقيب على كلام ابو فيصل، كلامه وافي ونوب عنا كلنا، لكن مثل ما قال ابو فيصل نبي الكل يدعم مساعد لانه يستاهل وراح يشوفه ان شاء الله شيء يعجبهم. تستاهلون الطيب يشهد الله سبحانه يا صالح انت واخوانك. ابو فزاع معكم يا صالح، بس خلني اسمع عبد الله بن دفنه. عبد الله لبيك. انا بس اللي باختصر الكلام اختصر الكلمه اختصر الكلام بكلمه واحده. أيوه؟ اللي هو اقول طال عمرك البسمه اليوم طلعت برايم، والله العظيم ان الزارع بسمه ناكلنا وقبل لا يزرعها للجمهور يزرعها يعني خلف الكواليس اشياء كثيره يسويها بدون تصنع، اللي يسويه في الهواء جزء بسيط من اللي يسويه خلف الهواء ويضحكنا ويمتعنا وينفس علينا الله يجزاه خير. عبد الله هالجمله وصلت شيء كثير اللي هو البسمه طلعت برايم، وعسى الله يديم لكم ابتسامتكم ان شاء الله وتميزكم. ابو فزاع معكم. شباب صبحكم الله بخير. صبح بره نور العافيه ومعوضين خير في خروج مساعد. انا ما بكثر كلام بس بعقب على نقطه يقولون اخطا من شده الحزن اللي هي كلمه ابو او اخطا من شده الفرح ابو فيصل. ان شاء الله ما فيكم العنصري لان العنصريه سلوك غير جيد، ونعم فيكم انتم هنا تمثلون اول ما تمثلون دينكم. دقيقه ابو فيصل. ابو هزاع انا ما اقول عنصريه وانت تعرفني لو بالعنصريه. لا 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 ندري لا لا عشان عشان الناس ما تفهم. لا خلي بتكلم خلي بفيصل بفيصل كلمه بس تفضل كلمه. انا لو ابي عنصريه كان من يوم دخلت البرنامج كتبت بندر الحربي ما كتبت بندر العربي. شوف حبيبي انا اعتز بس اعتز. نعم بيض الله وجهك. شوف لا انت لا انت ما انت عنصري وان شاء الله ما فيكم العنصري، لكن انت ذكرت قلت انا عنصري. هي كلمه خرجت يعني خرجت على قولهم عاديه، وانا حبيت بس لا تجلس معلقه بس عشان تبررها وبررتها. الان بيض الله وجهك ابو فيصل. لا انا استهبل على صالح هو دائم هو بن دفنه يقول انا همدان همدان هو عبد الله بن دفنه. ونعم في الجميع يشوفوني لحالي. ونعم في الجميع. عموما الله معوضين خير في مساعد ان شاء الله. ونسوي شبابه كل يوم شبابه شباب. بس ما عليه اقول السبعه تنعم في الجميع. الله يبيض وجيهكم يا رجال ويعطيكم الف عافيه.